ده ميلي كل سنه للميلز دفعتين، دفعه بتخش في شهر 11 ودفعه بتخش في شهر 5. للفيميلز بيبقى every now and then، مش ملهاش رول خالص، كل سنتين ثلاثه بيحتاجوا ان هو يدخل مجموعه من الفيميلز، بيدخلهم في الكليه الحربيه كظباط عاملين. يعني ايه ظابط عامل؟ يعني تخش من اول ملازم اول وتترقى وتاخد الكارير بتاعك اب تو بقى بالنسبه للفيميلز لغايه عميد، انما ما شفناش لوايات. في الكاتيجوري الثاني ان انت بتخش او ان انت بتخشي تكليف، تكليف زي التكليف اللي بيجي لكم بعد ما تتخرجوا في الوحده الصحيه هنا ولا في مستشفى كفر الشيخ العام ولا 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 ولا، ده نفس القصه. انت بتكلف او بتكلفي في القوات المسلحه، التكليف في القوات المسلحه حاليا وده بيتغير كل سنه، حاليا في تبع وزاره الصحه. يعني وزاره الصحه هي اللي بتبقى مسؤوله عن التكليف في القوات المسلحه والتكليف في مستشفيات الشرطه. ده ممكن يتغير السنه دي، ان القوات المسلحه ترجع تقول هي لا انا اللي هكلف الناس، يعني الناس تقدم لي ورقها وانا لا وافق على ده او ارفض ده. الجزئيه الثالثه اللي انت بعد ما تخلص التزامك او التزامك اللي هو سواء مثلا تجنيد او تكليف تبع وزاره الصحه، بتقدم بصفتك المدنيه للعمل في مستشفيات القوات المسلحه. كده كده احنا لينا نسبه بناخدها من المدنيين، سواء طبيب او صيدلي او اي تخصص ايا كان، وظائف اداريه مدنيين كتير. دي نسبه لازم عشان ندخل الناس دي ضمن نسيج القوات المسلحه. فبتقدم بصفتك المدنيه وبتاخد الاجراءات وبتوافق عليك امنيا وبتبقى ضمن العاملين المدنيين في القوات المسلحه كطبيب مدني. ما بتلبس رتبه، بتلبس بالطو بس، بيبقى اسمك دكتور فلان فلان، وتقعد في الجيش لغايه لما انت تقول خلاص كفايه كده وبتقدم استقالتك. طيب الناس دي بتاخد المميزات اللي احنا قلنا عليها؟ لا، الضابط العامل بس هو اللي بياخد المميزات دي. مش هقدر ان انا ادي المميزات دي لواحد قاعد معايا سنتين او ثلاثه او خمسه وهياخد بعضه ويمشي. تمام؟ لو ليه اي حد عنده استفسار بالنسبه للقوات المسلحه هنرد عليه بقى بعد ما نخلص، عشان بس ما نعطلش بقية الناس. زي ما قلت لكم الفيز نمبر 2 عندي في حياتي ان انا رحت سافرت حتت كتير مينلي في افريقيا زائد افغانستان وتيمور الشرقيه، ودول تبع قوات حفظ السلام او القوات المصريه العامله في قوات حفظ السلام. ده اداني فكره على التعامل مع اليو ان سيستم و مهام قوات حفظ السلام على مستوى العالم والانترناشنال ستاف والانترناشنال اكسبيرينس والهيومانيتيريان اكسبيرينس او العمل الانساني زي ما بيقول. ما اعرفش، متهيألي الموضوع مش هيبقى واضح بالنسبه لكم يعني، بس هو ده اليو ان سيستم. اليو ان سيستم دي عباره عن اختصارا لكل الكلام ده، كيان رئيسي. كيان رئيسي ده اللي هي السكرتاريه العامه للامم المتحده، وبيتبعها حاجات رئيسيه تحتيها اللي هي زي مجلس الامن ومجلس التعاون الاقتصادي وكذا وكذا وكذا، وتحت المجالس دي في المنظمات بقى العامله في الامم المتحده زي اللي يهمنا مثلا WHO. كل المنظمات اللي انتم شايفينها دي بتشغل دكاتره بس بنسب قليله جدا. اكتر مكانين بيشغلوا فيهم دكاتره ال WHO اللي هي منظمه الصحه العالميه، وحاجه اسمها DBKO او Department of Peacekeeping Operations. Department of Peacekeeping Operations الـ 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 الـ
الإدارة المسؤولة عن مهام حفظ السلام على مستوى العالم. على مستوى العالم حاليا دلوقتي في 62 مهمة للأمم المتحدة في 62 دولة لحفظ السلام. المهام بتاعت حفظ السلام دي بتشمل ان بيبعت ناس وبيبعت عساكر وبيبعت اداريين وبيبعت بوليس وبيبعت ناس التفاوض. كل الناس دي بتبقى محتاجة ان يتقدم لها خدمة طبية، سواء خدمة طبية عاجلة او اسعاف اولي او اجراءات اخلاء او متابعة حالات بقى هناك وتطعيمات ووقاية من الأمراض المعدية والملاريا والكلام ده. فكده كده الـ DBQO ده اللي هو الـ Department of Peacekeeping Operations يعني في أقل الأحوال بيطلب له على الأقل مثلا من 10 ل 20 دكتور كل شهر. الكلام ده أنا ما بتكلمش على مصر طبعا، أنا بتكلم على مستوى العالم كله. طيب هل انا ليا فرصه ان انا اقدم في الحاجات دي؟ اه طبعا. اقدم ازاي؟ المنظمات العامله في القوات في منظومه الامم المتحده زي الـ WHO او الـ WFP البرنامج الغذائي العالمي او الـ اليونسكو اليونيسف الاي اي او اللي هي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، كل ده بياخد دكاترة. بقدم في المنظمات دي عن طريق الويب سايت بتاعهم. كل منظمة ليها ويب سايت. انت وانس ان انت كتبت WHO اول حاجة هتطلع لك في جوجل الويب سايت بتاع WHO. هتخش هيبقى في تحت خالص في employment هتخش وهتملى الاونلاين سي في وهتقدم في الوظائف اللي بتبقى نازلة. في اي وقت من الاوقات الـ WHO بتبقى فاتحة vacancies لمش اقل من 30-40 دكتور. لا ده اي حد في مصر او بره مصر على مستوى العالم. امتى؟ في اي وقت. انت خش الساعة يعني اي وقت. ده اونلاين سايت يعني ده سايت اونلاين. الايه؟ معلش الريكويرمنتس لكل وظيفة بتبقى مكتوبة في الوظيفة نفسها. بمعنى ايه؟ اليو ان سيستم ده سيستم زي مصلحة حكومية زي مستشفى حكومي وروتيني جدا واجراءات ورقية كتيرة جدا، بس مينلي اللي يهمنا دلوقتي ان هو مقسم الدكاترة دول بروفيشنال، فبالتالي هو مديهم ديجري اسمها بي من اول بي 2 مفيش بي 1. بي 1 ده يعني لسه متدرب وده ما بياخدش فلوس خالص، ده بيتدرب على حسابه. من اول بي 2 اب تو بي 5 ده بناء على ايه؟ مينلي سنوات خبره. طيب بيطلب ريكويرمنت شهادات معينه مش دايما. بمعنى اخر ان انت ممكن تكون اقدم دكتور او الدكتور اللي ماسك ميشن كبيرة زي مثلا حفظ السلام في الكونغو او مكتب الـ WHO في افغانستان ويبقى اخرك بكالوريوس طب وجراحة، مش شرط خالص، بس عندك خبرة public health tropical occupational epidemiology الحاجات اللي هي بتهم العمل في الامم المتحدة. الامم المتحدة سواء هي كقوات حفظ السلام او المنظمات العامله اللي تحتيها معظم شغلهم انتوا سامعيني كده كويس؟ معظم شغلهم في دول فيها نزاعات او حروب اهليه او مشاكل اقتصاديه كبيره او دول ناميه كانت تعبانه او، فبالتالي بيهتموا جدا بالجزء بتاع الانفكشن ديزيز او الكوميونيكابل ديزيزز او شويه حاجات اللي هي المشاريع الرئيسيه للامم المتحده زي الاتش اي في زي التشايلد هيلث زي الماتيرنال هيلث زي التي بي. فبالتالي هو اوقات ممكن يقول لك انا عايز دكتور اطفال يعني معاه ماستر اطفال
او معاه بي اتش دي في الاطفال او معاه ام دي في الاطفال. ساعات يقول لك انا عايز كونسلنج ستاف. كونسلنج ستاف يعني ناس بتقدم استشارات نفسيه، يبقى معاه تخصص في السايكولوجي او في السايكاتري. ساعات يقول لك انا عايز ناس شغاله في اللاب عشان هيشتغلوا في المعامل بتاعه ال WHO، ومعامل ال WHO من اكبر المعامل على مستوى العالم. وساعات بيطلبوا ناس ريسيرشرز، مش هيشتغل دكتور بس هو هيشتغل ريسيرش، وده ساعات بيطلبوا فيه حاجات معينه، ان هو يعرف يعني ايه ميثودولوجي اوف ريسيرش، ويعرف يعني ايه حاجات مش طبيه او احنا خدنا عنها قشور، بس هو بالنسبه له هو تخصص كبير. وبياخد فيه ناس عشان يبتدوا يجروا وراء ان هو نعمل فاكسينيشن هنا او نابروف الفاكسين ده او او او. انما معظم الوظائف ما بيحتاجش special requirements other than في حاجة اسمها core competencies، او بالبلدي كده الصفات الاساسية او الخصال الاساسية اللي هم عايزينها في اللي هيشغل الوظيفة دي. ودول ثلاث حاجات اساسية ومفروض ان هي موجودة عند البشر كلهم. professionalism، ان احترافيه، يعني احترافيه يعني انت راجل بتشتغل بضمير بس فقط غير، انت في الشغل ما فيش بقى اصلا عندي مغص، اصلا عندي مش عارف ايه، اصلا عندي ايه، لان انت اوقات هتبقى محطوط في ظروف عنيفه تكاد تقارب الخدمه في القدم المصالحه. نمره 2 انتجرتي، نزاهه. انا مش هرتشي، انا مش هاخد فلوس، انا مش هسرق، انا مش هوافق على حاجه ادويه تخش للناس بتوع الامم المتحده عشان انا بس املك ان انا اللي امضي على الكلام ده، والحاجات دي ما تبقاش مطابقه للمواصفات. فانتجرتي يعني نزاهه. نمره 3 ريسبكت فور دايفرستي، او احترام للتنوع للاختلافات، يعني ما فيش فرق ما بين راجل وست، ما فيش فرق ما بين ابيض واسود، ما فيش فرق ما بين بيتكلم لغه كذا او بيتكلم لغه كذا او ديانه كذا او ديانه كذا. دول الكور كومبتنسز او الحاجات الاساسيه في الامم المتحده. ما بعد ذلك كل الكلام فارغ. انت لو دخلت على الوظائف هتلاقي ان اشتراط ان انت تشتغل في ميديكال اوفيسر في مكتب دبليو اتش او في الهند، ان انت مجرد ان الاسينشال ان انت تبقى معاك لغه انجليزيه زائد بكالوريوس طب وجراحه. ديزايربل يبقى معاك ستاديز في الابيديميولوجي، ستاديز في البابليك هيلث، ستاديز في كوميونيكابل ديزيزز، في تي بي، في مش عارف ايه، على حسب المكان. الشغل في المنظمات دي حاجه من اتنين، لا هتشتغل بصفتك انترناشونال ستاف، يعني ده انت هتقدم على مستوى العالم في كل الوظائف، لا هتشتغل بصفتك ان انت لوكال ايجيبشن ستاف. يعني ايه لوكال ايجيبشن ستاف؟ يعني محلي. محلي يعني ايه؟ يعني هتشتغل في المنظمات العامله في الامم اللي شغاله في الامم المتحده العامله في مصر، زي مكتب حاجه اسمها الامرو اللي انا شغال فيه دلوقتي. امرو دي اختصار ايه؟ East Mediterranean Regional Office. منظمه الصحه العالميه فيها 6 مكاتب اقليميه رئيسيه، من ضمنها المكتب اللي مقره في القاهره. فساعات بيطلب local staff، Egyptian staff، National Professional Officer. National Professional Officer هكلمكم بمنتهى الصراحه، السالري بتاعه بيبقى في حدود 240 ألف جنيه سنويا. احسبوها بقى انتم، يعني مش أقل من 20 ألف، أو بعد التاكسز وبعد ما الحكومة هتخصمه منكم حوالي 18 ألف جنيه في الشهر. ده كناشونال، كمحلي. طب انترناشونال كاتيجوري تاني خالص. هنتكلم عليا انا عشان تحسدوني، عشان تدوا العين المظبوطة يعني. بس انا ما باخدش الفلوس دي لان انا مش شغال ضمن الستاف دلوقتي، انا شغال
كونسلتنت. كونسلتنت مش يعني استشاري، لا يعني بيستعين بيا في مشاريع معينه، في حاجات معينه. انما انا اللي كل اللي بسعى عليه دلوقتي ان انا اخش في السيستم ده وان انا ابقى واحد من الصف. لو انا واحد من الصف بسنين خبرتي، انا خريج 95 فاقول مور اور ليس يعني 20 سنه خبره، المفروض ان انا ابقى مثلا بي 4 مثلا او بي 5، بس انا لو جات لي بي 3 طبعا مش هقول لا يعني. بي 4 هنقول ان هو الافريج، هو بيختلف من مكان لمكان، بس الافريج هنقول ان هو بياخد حوالي $60,000 سنويا، ده المرتب الرئيسي زائد $60,000 سنويا، احسبوها يعني $5,000 في الشهر، يعني بالمصري 35-40 زائد، ده المرتب الرئيسي زائد ان بيتصرف لك حاجه اسمها ام اس اي. ام اس اي يعني بالبلدي كده مصروف جيب. مصروف جيب ده بيفرق من مكان لمكان. لو هنتكلم مثلا مكان زي السودان، يبقى مصروف الجيب حوالي 104% من المرتب، يعني بيتصرف لك زيه عشان تصرفه في السودان. انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه؟ عرفتوا بقى انا ليه سبت الجيش؟ فده مرتب ما نحلمش بيه هنا في مصر طبعا. لو انتوا في اي دولة افريقية، متطلبات الحياة كعين من اعيان الخرطوم مثلا، او عين من اعيان عنتيبي، او عين من اعيان نيروبي، لو صرفت $2,000 $3,000، لا ما فيش حد يصرف $3,000، هنقول $2,000 $2,500، انت هتعيش ملك، هتعيش ملك. وده اللي بيبقى محتاجه ان انت يبقى يعني مأجر شقه في حته كويسه قريبه من المكتب اللي انت شغال فيه، وان انت ما بتطبخش في البيت، انت بتاكل بره هنا وهنا وهنا وعايش حياتك زي الفل. $2,000 more than enough. فاحسبها بقى في دماغك انت هتوفر قد ايه وهتحوش قد ايه. طيب في مزايا تاني للعمل في الامم المتحده؟ كتير. طب هنأكد ده دلوقتي؟ معلش. هقول لكم بس شوية حاجات تانية. غير منظومة الأمم المتحدة اللي هي المنظومة الرسمية اللي احنا كنا شايفينها، الشورت اللي انا جبته لكم ده، في منظمة